أعلنت الشركة العالمية القابضة IHC ومقرها أبوظبي عن تأسيس شركة 2.0 لتكون الجيل التالي من الشركة القابضة بحجم أصول قد يتجاوز حاجز 27 مليار و200 مليون دولار بحسب بيان صادر عن الشركة. وستعمل الشركة في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة وعمليات رأس المال الاستثماري والخدمات المالية والمصرفية الاستثمارية ووساطة الأوراق المالية والبحوث وغيرها. هذا كل ما لدي في هذا اليوم، نعود لك سحر. شكرا وديان. الآن نذهب لنرى كيف تتفاعل أسواق المنطقة الخليج بالتحديد في منتصف هذا الأسبوع، الأسبوع الأول من العام الجديد. أسأل ماري سالم محللة مالية بالشرق للأخبار، صباح الخير من بيروت ماري. لو بدأنا بالسوق الإماراتية، تابعنا الافتتاحية قبل قليل، افتتاحية بالخضراء لسوق دبي وسوق أبو ظبي، على الرغم من هذه التراجعات في الأسواق الأمريكية في بداية جلسة هذا العام، تراجعات تبعتها في الأسواق الآسيوية، كيف ننظر لتفاعلات سوقي الإمارات وبالتالي أيضا الخليج؟ صباح الخير سحر، ويعطيك ألف عافية. يعني نحن صرنا فترة بنحكي عن أنه أسواق الخليج إجمالا شوي بتبعد عن الأسواق العالمية، ولكن عن بداية العام إجمالا بنتوقع أنه يكون في نوع من ارتباط. هذا الارتباط اليوم أبدا ما عم نشهده نحن بالأسواق الخليجية، خاصة بين الإمارات والكويت. هلا بالسوق القطري بعدنا عم نشهد بعض الضغوط على المؤشر. تفاعل المستثمرين بهذه المرحلة حيكون نفسيا مرتبط شوي بالأسواق العالمية، ولكن التوقعات للنتائج تبع الربع الرابع من 2023 والنتائج السنوية تبع الشركات هي اللي حتكون الطاغية على نفسية المستثمرين والتوقعات تبعهم. نحن شفنا نهاية 2023 كان في عنا تباين بأداء تبع الأسواق الخليجية، ولكن افتتاحية الأمس كانت بدنا نقول يعني جماعية شوي بالتراجعات باستثناء بعض الأسواق، ولكن اللي عم نشهده نحن اليوم هو ارتفاع، وارتفاع بنسب جدا عاليه خاصه على سوق ابو ظبي. الارتفاعات عم تفوق 1.4%، وبالسوق الكويتي بالامس شدنا كمان ارتفاعات بنسب جدا عاليه. الملفت اللي عم نشوفه اليوم هو شوية تراجعات اللي عم بتكون قوية على المؤشر القطري، خاصة امبارح واليوم. يعني فينا نقول انه محو ارباح ال 2023 اللي كانت يعني اخر جلسة بالعام هي اللي اثرت اكثر شيء بهذه التداولات. نحن قبل ما نفوت ب 2024 كنا شهدنا 11 جلسة من الارتفاعات بالسوق القطري، فكان من الطبيعي انه نشهد بعض عمليات جني الارباح خاصة من المستثمرين الخليجيين والمحليين، وهذا يلي نحن عم نشوفه بجلسة امبارح وجلسة اليوم. بس هذا ما بيعطي انه الانطباع او الصوره المستقبليه لهذه الاسواق، لانه المستثمرين حيعتمدوا بشكل جدا كبير على النتائج يلي حتبلش تصدر من ابتداء الاسبوع الجاي، وخاصه للقطاع المصارف يلي هو حيلعب دور جدا اساسي بقلب الاسواق، وهذا اللي نحن حنترقبه ونتابعه لحظه بلحظه. تفضلي ماري. شكرا. بالاضافه لنتائج اعمال الشركات في الربع الاخير من العام 2023، ماذا عن محضر الفدرالي اليوم؟ لهجه المحضر، هل يتترقبها الأسواق الخليجية؟ هل سنرى أي تأثير في بداية تداولات الغد؟ هلا اكيد حتلعب دور، يعني حتكون لها دور على نفسيه المستثمرين، ولكن ما رح تلعب دور بهذه الفتره، لانه المستثمرين يعني النتائج تبع الربع الثالث صار الربع الرابع صارت من الفتره الماضيه، يعني اللي حيصدر هو متعلق بشيء سابق. بدنا نشوف للفتره المستقبليه اللي بعدها كيف حيكون لهجه الفدرال لحتى نقدر نحدد شو حيكون مصير قطاع المصارف. هلا المتوقع انه يكون في تخفيض للفائده او حتى تثبيت، فهذا الشيء اذا بده يصير حنعتبره انه صار برايسد ان، ولكن حياثر على المرحله المستقبليه من ناحيه هوامش الربح لقطاع المصارف، وهو الشيء يلي الكل مترقبه لحتى يقدر يعرف مسار القطاع المصرفي يلي هو من القطاعات الحيويه بكل دول الخليج واللي عنده اكبر وزن على جميع المؤشرات وحيكون له التاثير الاكبر. شكرا جزيلا لك ماري سالم محللة مالية بالشرق للأخبار على كل هذه التحليلات، كنت معنا من بيروت. شكرا ماري. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.